هو جاب قرص والبنت خدت قرصه فضربها. ازاي تاخد قرصه من ورايا بتاع الكلام ده فضربها؟ كان عامل قبل كده الخالها محضر وضاربها ومش ضاربها وفي كدمات في جسمها. او اول يوم ما جه جايب هدومه في شنطه ودخل يا عم الكريم قال انا ساكن في الشقه دي وماذا يا عم اسكت في الشقه دي. بعد يومين ثلاثه جه قال لي ايه انا اجيب عجال واجيب مراتي واجيب بنتي واجيب يعني حاجات من دي. بعد ما شالت البنت وجري وراح الدكتور فتحي قال لي ده باين ما جيت او حاجه زي كده يعني ده اللي انا اعرفه. راحت واخداها وراحت ماشيه بيه. بعديها بنص ساعه او بربع كده يعني ما كملتش لقينا هو جاي لم هدومه بس انا ما لقيناهوش قدامي. بالليل لقينا ان واحد جاي سالوكوا قالوا لكم ده مين ده مين؟ قلنا له ما نعرفش حتى ما نعرفش اسمه بالكامل حتى ورينا صورته فين لما عرفنا قلنا له هو ده. عرفتوا ان هو ضربها ليه؟ ما نعرفش برضه. لما جت الحكومه قالت البت ماتت قلنا هو مثلا ضربها وما نعرفش ماتت هنا ولا ماتت في المستشفى. هو كان شغال ايه وجاي منين؟ ما انا ما نعرفش. هو بيقول لك انا شغال خطار. كان بقالهم هنا شهر ساكنين في المنطقه. ما كملتش الشهر. وجالي يوم الحادثه المتهم جاني. جاني وبيحكي لي بيقول لي بنتي وقعت من على في البلكونه من على الجردل على دماغها وقعت على دماغها فالبنت تعبانه وبتتوجع بس ما بتعرفش اعمل لها ايه. قلت له والله انا مش دكتور وديها مستشفى وهم يقوموا بالواجب. قال لي طب انا خاف من حوارات المحضر. قلت له والله اذا ما كنت خاف من المحضر وديها مدرسه مستشفى خاصه. تقدر على مستشفى خاصه؟ قال لي اقدر انا حالتي كويس. قال لي انا خاف من حوارات انا عامل قبل كده خالها محضر وضاربها ومش ضاربها وفي كدمات في جسمها مع الوقعه ممكن يعملوا مشكله. قلت له والله مستشفى خاصه هتعمل لك المواجب كله. جالي تاني يوم البنت كويسه. قال لي كويس. بعد كده سمعت ان هي البنت ماتت في نفس اليوم. سمعت ان هو البنت خدت قرصه من وراه. هو جايب قرص والبنت خدت قرصه فضربها. ازاي تاخد قرصه من ورايا بتاع الكلام ده فضربها؟ بس دايما هو كان بيعتدي عليها حسب الناس. سمعت برضه. ويمكن احنا شفنا في كاميرات المراقبه اللي هو جه دون والحوار اللي دار معايا دون.